يا شباب، الفيديو ده تكملة المحاضرة التاسعة بتاعت الديناميك بروجرامينج، والبروبلم اللي فيها هي الماتريكس تشين مالتيبليكيشن. الماتريكس تشين مالتيبليكيشن دي اللي هي سلسلة ماتريسيز مضروبة في بعضيها، تمام؟ حاجة زي كده يعني، اللي هي ال A في ال B في ال C في ال D، تمام؟ والأربعة في ست دي الدايمنشنز بتاعت ال A، ستة في اتنين دايمنشنز ال B، وهكذا لحد ال D، تمام؟ قبل بس ما نشوف ايه هي البروبلم وازاي نحلها، في كام نوت بس عايز اشوفها عشان هتساعدني في الالجوريزم. اول حاجه الفورمات والسيكونس. انا كان عندي كونديشن بيقول لو عندي ماتريسيز اي في بي، ماتريسيز تانية دايمنشنز بتاعتها سي في دي، يعني ماتريسيز دايمنشنز، ماتريسيز اولانيه دايمنشنز اي في بي، ماتريسيز تانية دايمنشنز سي في دي، فلو البي بتساوي السي كده انا اقدر اضرب التو ماتريسيز دول في بعض، والريزلتنت ماتريكس الدايمنشنز بتاعتها تبقى الاي في الدي، تمام؟ بس هي دي فكرة الفورمات والسيكونس. طب نشوف هنا، هل دي فاليد تشين ولا لا؟ طيب هنا بقى انا عشان اتاكد انها فاليد تشين ولا لا، انا بشوف كل وسطين، هنا الوسطين دول زي بعض فتمام، وهنا تمام، وهنا برضو زي بعض تمام، فدي كده فاليد تشين، ينفع دول يتضربوا في بعض كده، والريزلتنت ماتريكس تبقى 4 في 5، تمام؟ حتى منطقي كده، هتضرب الأربعة في ستة، في الستة في اتنين هيطلع لك ماتريكس 4 في 2، تضربها في 2 في 7 هيطلع لك ماتريكس 4 في 7، تضربها في 7 في 5 هيطلع لك ماتريكس 4 في 5. فعلى طول كده لو عندك تشين وهي valid تشين، resultant matrix بتاعتها تبقى الرول ده كده، first matrix row اللي هو الأربعة في last matrix column اللي هي الخمسة، تمام؟ طيب هل دي ال x وال y z w دي valid chain؟ طيب كل وسطين، ادي الاربعه ادي السته والسته تمام، خمسه والخمسه تمام، التسعه والخمسه مش زي بعض، فدي كده invalid chain، فالماتريسيز دول كده بالاوردر ده ما ينفعش يتضربوا في بعض، تمام؟ في ملحوظه كده ان الماتريسيز ما لهاش خاصيه التبديل، يعني ال a في ال b غير ال b في ال a، دي تطلع ريزلت ودي تطلع ريزلت تانيه خالص، فعشان كده انا لازم التزم بالاوردر اللي هو بيديهولي، تمام؟ يعني لازم امشي بالاوردر ده كده، ما اروحش اضرب الاي في السي بعد كده ارجع اضربها في البي بعد كده اللي يطلع اضربه في الدي، الاوردر ده كده غلط، انا لازم امشي بالاوردر اللي هو مديهولي، تمام؟ طيب دلوقتي البروبلم عايزه ايه؟ عايزاني احسب المينيمم كوست ان انا اضرب الماتريسيز في بعض، ده اول مطلوب. طيب اول مطلوب ده معناه ايه؟ هو ايه اصلا الكوست؟ تعالى كده نشوف التشين، اللي تشين زي دي كده اللي هي الاي والبي والسي، ودي فاليد تشين، الكوست بتاع حاصل ضرب اتنين ماتريسيز في بعض هو ان انا اضرب الدايمنشنز بتاعتها في بعض، يعني الكوست اللي هيكلفني عشان اضرب ماتريكس اي في بي هيبقى عباره عن 4 في 2 في 7. حتى بالمنطق كده، انت لما كنت بتيجي تضرب اتنين ماتريكس في بعض كنت بتمسك الروز بتاعت الاولانيه والكولنز بتاعت الثانيه تضربهم في بعض، والمفروض هيطلع لك يعني تضربهم في بعض مرتين، فمن الاخر كده اللي انا مهتم بيه ان الكوست بتاعت حاصل ضرب اتنين ماتريسيز هي حاصل ضرب الدايمنشنز، ده اللي هنبني عليه الالجوريزم. طيب لو انا مديك ماتريكس واحده، لو الانبوت اصلا جاي لك ماتريكس واحده والدايمنشنز بتاعتها 5 في 7، فهيبقى ايه الاوتبوت او هيبقى ايه الكوست؟ الكوست بتاعك هيبقى بزيرو، لان انت مفيش حاجه لايه تتضرب فيها اصلا، التارجت بتاعك ان انت تضرب التشين دي كلها في بعض علشان تطلع ماتريكس واحده بس. طب انا اصلا مديك ماتريكس واحده، فيبقى الكوست بتاعك بزيرو. فالبيس كيس ان لو عندي تشين، البيس كيس لو عندي تشين طولها بواحد فيبقى الكوست بتاعها بزيرو، ولو عندي تشين الطول بتاعها باتنين فيبقى الكوست بتاعها حاصل ضرب الدايمنشنز، تمام؟ هنا البي في السي الكوست بتاعها يبقى حاصل ضرب الدايمنشنز 2 في 7 في 4، ده كناتج، يعني 2 في 7 في 4 ده بيطلع رقم اللي هو 56، ده كرقم يعني، والدايمنشنز طبعا تبقى 2 في 4. طيب في نوت هنا اسمها الاوردر اوف مالتيبليكيشن اوف ديفرنت كوست، يعني ايه؟ يعني في كذا طريقه ان انا اضرب الحاجات دي في بعضيها، في ان انا ممكن اعمل كده، اعمل سبليت من هنا، يعني اضرب الشمال لوحده واليمين لوحده، ان انا بالظبط اعمل اكني عملت اكواس كده، تمام؟ هتبقى ابدا احسب الكوست بتاع الليفت هاند سايد والكوست بتاع الرايت هاند سايد واجمعهم مع بعض، الكوست هنا يبقى 4 في 2 في 7، تمام؟ 4 في 2 في 7، والكوست هنا هيبقى بزيرو، دي ماتريكس واحدة فالريزلت بتاعتها بزيرو. طيب هل بس كده الكوست؟ لا، دلوقتي حاصل ضرب ال A في ال B دي هتطلع لي وليكن ماتريكس الدايمنشنز بتاعتها 4 في 7، تمام؟
دي الدايمنشنز بتاعتها صح، ودي تطلع لي ماتريكس اسمها سي الدايمنشنز بتاعتها 7 و4، هي ماتريكس واحده اصلا تمام. فضل بقى ان انا اضرب الدي في السي واجمع القوس بتاعتها. طيب حاصل ضرب الدي في السي 4 في 7 في 4 اهي، 4 في 7 في 4، الرقم ده هيساوي مجموع الحاجات دي مع بعض هتساوي 168. جميل، ده لو انا اخترت اعمل سبليت عند البي من بعد البي يعني. طيب لو انا قررت اعمل سبليت مثلا في حتة تانية مثلا وليكن هنا تمام، يعني قررت ان انا اعمل كده، احسب الجزء ده كده لوحده والجزء ده كده لوحده. طيب دي كده خلاص الليفت هاند سايد الكوست بتاعتها بكام؟ بزيرو، ماتريكس واحدة فتبقى زيرو، زائد الرايت هاند سايد تبقى 2 في 7 في 4، 2 في 7 في 4 بس كده. لا الجزء اليمين ده المفروض هيطلع ماتريكس اسمها مثلا كي الدايمنشنز بتاعتها 2 في 4، او مثلا خلينا نبعدها، طلع ماتريكس اسمها كي الدايمنشنز بتاعتها 2 في 4، وهنا الاي كانت مطلع لي ماتريكس الدايمنشنز بتاعتها 4 في 2، فهنا 4 في 2. فاضل بقى ان انا اضرب الماتريكس ايه في ماتريكس كي دي. طيب الكوست بتاعتها هيبقى كام؟ هيبقى 4 في 2 في 4 زائد 4 في 2 في 4، الريزلت هنا هيساوي كام؟ 88. طبعا الاوردر بيختلف، طريقة ان انا اضرب الماتريسيس في بعضيها، طرق ان انا اضرب الماتريسيس في بعضيها بتطلع ريزلت مختلفة او بتطلع كوستس مختلفة. انا بقى عايز ايه؟ انا عايز المينيمم كوست اول حاجة، ده انا اللي انا عايزه. طب تاني حاجة انا عايز الكوريكت اوردر، يعني انا عايز الطريقة اللي انا هضرب بيها، يعني ما تجيبليش المينيمم كوست وخلاص، لا ده تقول لي انا هضربهم ازاي في بعض عشان اطلع الكوست ده. فمن الاخر انا عايزك تطبع لي الاكواس كده تمام، تقول لي الماتريسيز دي هتضرب في بعض ازاي بالاكواس. طيب عشان نعمل حاجه زي دي الالجوريزم اللي هنمشي عليها بقى نعمل كده، دول مثال اكبر شويه، دول 7 ماتريسيز A في B في C لحد G، ولنفرض ان هم valid chain يعني بيحققوا الدايمنشنز كمظبوط يعني. فالالجوريزم بتاعنا هيمشي كالتالي، انا هاخد حاجه اسمها سب تشين تمام، هبدا اخد سب تشين من اول واحد لحد 7 تمام، سب تشينز يعني. يعني ايه الكلام ده؟ خليني بس اكتبها اوضح، 5 و6 و7، انا هجرب كل السب تشينز اللي ليها لينس واحد، واجرب كل السب تشينز اللي ليها لينس 2، وكل السب تشينز اللي ليها لينس 3. طب يعني ايه سب تشين ليها لينس واحد؟ دي مثلا سب تشين اللينس بتاعها واحد. طب ايه هما كل السب تشينز اللي ليهم لينس واحد؟ اللي هما دول كده اللي عليهم دوائر، كل دي كده السب تشينز اللينس بتاعها بواحد تمام. الكوست بتاعت كل واحده فيهم بزيرو لانها اللينس بتاعها بواحد، مفيش حاجه تتضرب فيها، فالكوست بتاعت كل واحده فيهم هتبقى بزيرو تمام. طيب اجرب اخد كل السب تشينز اللي ليها لينس 2. طب ايه هما؟ الاي والبي دول سب تشين لينس بتاعها ب2. طيب البي والسي دول سب تشين ليهم لينس ب2، والسي والدي نفس الكلام، دي والاي برضو، اي واف والاف والجي، كل دول سب تشينز اللينس بتاعهم ب2. السب تشينز اللي ليهم لينس 3 اللي هم حاجه زي كده الاي في البي في السي مع بعض كده كتله واحده، دول سب تشينز لينس بتاعهم 3، والبي والدي والسي لحد الاي والدي لحد الاف والاي لحد الجي تمام، وهكذا بقى الاربعه والخمسه. بقعد اجيب المينيمم كوست لكل سب تشين اللي هي لينس معين، وفي لحد ما اوصل للسب تشين اللي هي لينس 7 واللي هي التشين كلها، اجيب لها اطلع لها المينيمم كوست. طب هتوضح اكتر في الستيبس يعني لما اجي اعمل تريسنج يعني تمام. انا هيبقى عندي 2 تيبل، واحد بسجل فيه الريزلت بتاعت الكوست، واحد بسجل فيه مكان السبليت. يعني ايه مكان السبليت؟ يعني حاصل ضرب، يعني مثلا لو عندي تشين كده تمام، وعايز اعرف الاوبتيمال سولوشن هيبقى ازاي، فمثلا ان انا اعمل سبليت هنا تمام، فانا كاني بقول له يعني مثلا لو انا قلت لك من اول الاي لحد الدي تمام، يعني الماتريسيز حاصل ضرب التشين من اول الاي لحد الدي، المفروض في الاثنين تيبل يعني الروز بتمثل لي الستارت والكولومز بتمثل لي الاند. يعني لما اقول لك مثلا هنا في سبليت عند 2، فمعنى كده ان انا بقول لك ان البي
من البي لحد الدي اللي هي بي في سي في دي الاوبتيمال سولوشن ان انا اعمل سبليت عند اتنين اللي هو تاني ماتريكس. تاني ماتريكس عندي اللي هي الاتنين، هم اربعة ماتريسيز بالترتيب اي بي سي دي كده، يعني دي كده الماتريكس الاولى، دي الماتريكس التانية التالتة الرابعة. لو انا حطيت لك اتنين هنا فانا بقول لك ان في سبليت عند تاني ماتريكس، تمام، اللي هي عند البي. فانت فاهم على طول ان انت هيبقى في قوس عامل كده وقوس عامل كده. دي فايدة الجدول السبليت اللي هو ده اللي انا هطبع بيه السولوشن. يعني كل جدول بيحقق لي ريكويرمنت، الجدول بتاع الريزلت بيجيب لي اول ريكويرمنت اللي هو المينيمم كوست، تمام، ده اللي هجيب منه المينيمم كوست، والسبليت تيبل ده اللي هجيب منه الاوردر ذات نفسه، تمام. هتوضح برضو اكتر في الالجوريزمية. ثانية واحدة. تمام. طيب دي كده تشين ال A في ال B في ال C في ال D، نفس اللي في المحاضرة بالظبط، تمام. دايمنشنز بتاعت الأولى 5 في 4، والتانية 4 في 6، التالتة 6 في 2، الأخرانية 2 في 7، تمام. أبدأ أمشي على الألجوريزم اللي هو إن أنا أختار سب تشين، تمام. دي كده سب تشين، أبدأ أختار سب تشين اللينس بتاعها بواحد، كل السب تشين اللي ليها لينس بواحد، وأبدأ أحسب لهم المينيمم كوست، تمام. المينيمم كوست بتاعت السب تشين دي هتبقى بزيرو لان هي ماتريكس واحده فما فيش حاجه تتضرب فيها. طيب هكتبها ازاي في الجدول؟ اتفقنا ان الروز بتمثل الستارت والكولومز بتمثل الاند، فانا عايز اقول له ان الاي لحد الاي التكلفه بتاعتها بزيرو، تتكتب كده من اول الاي لحد الاي تكلفه بزيرو. طيب والسب تشين دي التكلفه بتاعتها كام؟ هتبقى بزيرو برضو، كل واحده فيهم هتبقى بزيرو عشان هي ليها لينس واحد، هتبقى من اول البي لحد البي لحد نفسها تبقى برضو بزيرو. ونفس الكلام عند السي، من اول السي لحد السي اللي هي نفسها برضو هتبقى بزيرو، ومن الدي للدي تبقى برضو بزيرو، تمام. كده انا اخترت سب تشين اللينس بتاعها بواحد، ابدا اختار بقى سب تشين كل السب تشينز اللي ليها لينس اتنين، ايه هما؟ اللي هما الاي والبي، وبعد كده اجرب البي والسي، بعد كده اجرب السي والدي، تمام. الاي والبي الكوست بتاعها كام؟ يبقى حاسب ضرب الدايمنشنز 5 في 4 في 6 اللي هي حوالي 120، تمام. من اول الاي لحد البي الكوست المينيمم كوست بتاعها ب 120، فمن اول البي من سوري من اول الاي لحد البي الكوست المينيمم كوست ب 120. طيب السبليت هيبقى بكام؟ هيبقى عند فين؟ انا بقول لك اي في بي صح؟ فما فيش غير سبليت واحد هو اللي هو ده، تحسب الشمال وتحسب اليمين. فالسبليت من عند الاي والبي هيبقى عند بعد اول ماتريكس اللي هي ايه، تمام. فانا هكتب كده من اول الاي لحد البي السبليت بتاعي هيبقى عند بعد اول ماتريكس، تمام، كده بكده بواحد، تمام. طيب اجرب بقى البي والسي، تمام. المينيمم كوست هيبقى بكام؟ يبقى 4 في 6 في 2 اللي هي بقى 48، من اول البي لحد السي ب 48. والسبليت انا عندي بي في سي، السبليت اكيد هيبقى بعد الماتريكس بي. طب الماتريكس بي دي اللي هي الاندكس رقم كام في الماتريسيز اللي هي تاني ماتريكس، فانا اقول له من اول البي لحد السي اعمل سبليت عند تاني ماتريكس اللي هي البي، تمام. دي كده 1 2 3 4، معنى ان انا حطيت لك 2 هنا فانت تعمل سبليت بعد الماتريكس رقم بي، تمام. اجرب بقى السي في الدي، المينيمم كوست هيبقى 6 في 2 في 7 اللي هي 84، من اول السي لحد الدي الكوست هيبقى 84. والسبليت سي في دي اكيد السبليت هيبقى في النص، تمام، اللي هو بعد الماتريكس رقم سي. الماتريكس رقم سي دي اللي هي الثالثه، فتبقى السبليت عند رقم او بعد الماتريكس رقم 3 اللي هي السي. طيب كده انا اخترت كل السب تشينز اللي ليها لينس اللي هي لينس 2، ابدا بقى اختار السب تشينز اللي ليها لينس 3. ثانيه واحده بس امسح البتاع ده. طيب تمام، السب تشينز اللي ليها لينس 3 اللي هم هيبقوا الاي من الاي في البي في السي والبي في السي في الدي. طيب ابدا احسب الاي في البي في السي هتطلع لي مينيمم كوست كام؟ طيب الاي في البي في السي انا اول حاجه هبدا اعمل سبليت هنا، يعني انا هجرب اعمل سبليت هنا وبعد كده اعمل سبليت هنا واشوف كل سبليت هيطلع لي مينيمم كوست كام واخد المينيمم ما بينهم. طيب لو جربت اعمل سبليت هنا فانا بقول لك
خد لي الحته الشمال دي هات لي المينيمم كوست، والحته اليمين هات لي المينيمم كوست. تمام، المينيمم كوست بتاعت الماتريكس ايه؟ اجيبها من التيبل. الايه المينيمم كوست بتاعها بزيرو. تمام، زي المينيمم كوست بتاعي من البي ال سي هجيبها برضو من التيبل، اللي هي دي 48، يبقى 0 زائد 48. بس كده؟ لا، مش المفروض اي دي تطلع ماتريكس والبي في سي تطلع ماتريكس. طيب الدايمنشنز، الريزلت من البي في سي هتطلع دايمنشنز كام؟ تطلع 4 في 2، والاي دي 5 في 4. تمام، فالكوست بتاع ان انا اضرب الماتريس دول في بعض تبقى 5 في 4 في 2. تمام، اللي هي 5 في 4 في 2 اللي هي 40. تمام كده الكوست بتاع الحبه دول كده هيبقوا بتاع 88. طيب، فان انا اعمل سبليت من بعد الاي هتطلع لي كوست 88، صح؟ طيب اجرب اعمل سبليت من بعد البي، انا ماشي بالترتيب كده. تمام، اجرب اعمل سبليت هنا، احسب الكوست في الليفت هاند سايد والكوست في الرايت هاند سايد. تمام، ثانية واحدة بس امسح الحاجات دي. تمام، الاي في البي الكوست بتاعها بكام؟ جيبها من التيبل. الاي في البي الكوست بتاعها 120. مبدئيا كده اكيد وش هتطلع اكبر من 88، خلاص يعني هجمع اي حاجة كده هتطلع اكبر من 88. بس نكمل. طيب الكوست بتاع السي لوحدها، السي لحد السي الكوست بتاعها بزيرو، طبيعي انها ماتريكس واحدة. بس كده؟ لا، المفروض ان الاي في البي تطلع لي ماتريكس الدايمنشنز بتاعتها 5 في 6، والسي هتطلع دايمنشنز بتاع دايمنشنز بتاعتها 6 في 2. فاضل بقى ان انا اضرب الاثنين في دول في بعض تبقى 5 في 6 في 2 ككوست اللي هي ب 60. تمام، فهنا دي هتطلع 180. اكيد المينيمم هو ال 88، صح؟ فاقول له ان المينيمم سولوشن عند السب تشين من الاي للسي طلعت 88. تمام، طيب السبليت هيبقى عند الماتريكس رقم كام؟ لو نفتكر ان ال 88 كانت عند هنا، كنت ان انا اعمل سبليت هنا، فالسبليت بعد اول ماتريكس اللي هي الاي، فمن اول الاي لحد السي السبليت هيبقى عند الماتريكس رقم او بعد الماتريكس رقم اي اللي هي بواحد يعني. تمام، ابدا اشوف ال ثانية واحدة، أبدأ أشوف بقى السبت شين دي اللي هي البي في السي في الدي. أنا شغال على سبت شين لينس بتاع تلاتة، فأشوف البي في السي في الدي هتطلع بكام. تمام، البي أهي في السي في الدي، أبدأ أعمل سبليت مرة هنا ومرة هنا. تمام، مرة هنا فأحسب السي في الدي واحسب البي واجمعهم مع بعض واجمع الكوستس ببعض. البي اجيبها من التيبل بزيرو طبعا، صح؟ هي من اول البي لحد البي فتبقى بزيرو. طيب السي في الدي اجيبها من التيبل من اول السي لحد الدي اللي هي بكام؟ ب 84. بس كده؟ لا، السي في الدي هتطلع ماتريكس الدايمنشنز بتاعتها 6 في 7، وانا البي الدايمنشنز بتاعتها 4 في 6، فتبقى التوتال كوست بتاع الماتريكس بي في الريزلت بتاع السي في دي تبقى 4 في 6 في 7. 4 في 6 في 7 اللي هي بكام؟ يا نهار، ب 168 زائد ال 84 تطلع لي حوالي 252، كتير قوي الصراحه. تمام، ده لو انا قررت ان اعمل سبليت في الحته دي كده. تمام، طب اجرب بعمل سبليت في المكان التاني. ابدا اعمل سبليت هنا، احسب البي في السي واحسب الدي. البي في السي اجيبها من التيبل من اول البي لحد السي كان الكوست بكام؟ ب 48. دي خلاص حسبناها، الكوست ب 48 زائد الدي لوحدها بكام؟ بزيرو اكيد. طيب البي في السي هتطلع لي الماتريكس الدايمنشن بتاعتها 4 في 2، والدي دايمنشن بتاعتها 2 في 7، فتبقى 4 في 2 في 7 تطلع 48 زائد 4 في 2 في 7 اللي هي ب 104. تمام، فالمينيمم كوست بتاع السب تشين من اول البي لحد الدي، المينيمم كوست بتاعها هيبقى 104 من اول البي لحد الدي،
الكوست بتاعها هيبقى ب104. طب السبليت فين؟ السبليت كان ان انا اعمل سبليت هنا صح، فالسبليت بعد الماتريكس رقم سي، الماتريكس رقم سي دي اللي هي الماتريكس رقم 3، فالسبليت هيبقى عند 3. اقول له بعد الماتريكس رقم 3 اعمل سبليت. تمام كده من البي لحد الدي الاوبتيمال سولوشن ان انا اعمل سبليت بعد ثالث واحده اللي هي ماتريكس رقم سي. تمام كده انا خدت كل السب تشينز اللي ليها لينس 3 صح. ابدا اخد كل السب تشينز اللي ليها لينس 4 وهي اصلا سب تشين واحده في المدرسة كلها، فهنزل تحت هنا تبقى الاي في البي في السي في الدي، وهي دي اللي انا عايزها. تمام هبدا بقى اعمل سبليت مره هنا ومره سبليت هنا ومره سبليت هنا. على فكره يا جماعه انا باخد سبليت بعد كل واحده، تمام، مره بعد الاولى مره بعد الثانيه بعد الثالثه، تمام، طبعا مفيش بعد الاخيره يعني، هي بتبقى في النص يعني. هبدا اعمل سبليت بعد اول واحده هنا، احسب الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد. طيب الاي حاصل ضرب التشين بتاعت الاي، اجيبها من التيبل من اول الاي لحد الاي اكيد بزيرو. طيب البي في السي في الدي اروح اجيبها من التيبل، تمام، البي لحد الدي اللي هي من اول البي هنا لحد الدي هنا كانت كام؟ 104 صح، فتبقى 0 زائد 104 بس كده. لا البي في السي في الدي هتطلع لي ماتريكس الدايمنشن بتاعتها، نشوف كده بكام. البي في السي في الدي هتطلع لي ماتريكس الدايمنشن بتاعتها 4 في 7 صح، عشان دي تشين، فكده انا عندي ماتريكس هنا دي 4 في 7، والاي الاي دي كانت 5 في 4 صح، فدي 5 في 4. اجيب الكوست بتاعها حاصل ضرب الليفت هاند سايد في الرايت هاند سايد، تبقى 5 في 4 في 7 تبقى 140. انا ليه حاسس ان في حاجه غلط؟ يبقى 5 في 4 في 7 ب 140 صح، اللي هي 144. ثانية واحدة، 4 في 7 وهنا 5 في 4، ماشي هي كده ال 144 لحد الآن يعني. طيب أجرب بقى أعمل سبليت من بعد البي، هتبقى الإي في البي مع السي في الدي، تمام، يعني كده بقى كده الإي في البي مع السي في الدي، تمام. الإي في البي أجيبها من التيبل، هتبقى الإي في البي هتبقى ب 120، فهتبقى 120 زائد السي في الدي اجيبها من التيبل، معلش يا جماعة وقفت الفيديو. الإي في البي الكوست بتاعها من التيبل هيبقى ب 120، والسي في الدي من التيبل هيبقى ب 84. بس كده لا افود الاي في البي هتطلع لي ماتريكس دايمنشن بتاعتها 5 في 6، تمام، تتضرب في الريزلت بتاعت السي في الدي اللي هي 6 في 7، فالكوست كده هيبقى 5 في 6 في 7، تمام، 5 في 6 في 7 اللي هي ب 210. مجموع الحاجات دي هيبقى كبير قوي، يبقى 210 زائد 120 زائد عارف 4.8 يطلع 414. تمام طبعا انا معلش اتلخبطت خالص في الحته دي، انا اسف، هي 104 زائد 200 زائد 140 ب 244، تمام، معلش يا جماعه. طيب كده انا معايا 414 و 244 لحد دلوقتي، ال 244 هي الاقل. ابدا اعمل سبليت بعد تالت واحده اللي هي السي، اللي هي هتبقى كده اي بي سي لوحدهم يتاخدوا مع الدي، تمام، اجيب الليفت هاند سايد الاي في البي في السي من التيبل، طبعا الاي في من الاي للسي ب 88، والدي ماتريكس لوحدها طبعا من التيبل كده تبقى بزيرو، يعني تبقى من الدي للدي اكيد بزيرو، هتبقى زائد زيرو بس كده. لا اجيب الريزلتنت ماتريكس من هنا والريزلتنت ماتريكس من هنا واضرب الدايمنشنز في بعض. طيب من الـ A للـ C resultant matrix بكام؟ يبقى الـ dimensions بتاعتها 5 في 2 صح؟ والـ D الـ D هتبقى 2 في 7، فأنا يبقى عندي كده 5 في 2 كماتريكس
ماتريكس تانية اللي هي دي 2 في 7، فالكوست كده يبقى 5 في 2 في 7 زائد 5 في 2 في 7. الكوست هنا يبقى بكام؟ يبقى 88 زائد 0 زائد 5 في 2 في 7 اللي هي 158. طبعا المينيمم بين كل دول اللي هي طبعا 158 أصغر من 244 وأصغر من 414. فالمينيمم كوست عندي من أول الـ A لحد الـ D تبقى 185. طب أنا اخترت أنهي سبليت؟ لو تفتكروا أنا اخترت السبليت ده اللي هو إن أنا أعمله بعد حرف الـ C، بعد الماتريكس رقم C، تمام؟ فأنا هقول له إن السبليت بعد الماتريكس رقم C. فالمينيمم كوست من أول الـ A لحد الـ D هيبقى عند بعد الماتريكس رقم C اللي هي 3. انا الجدول اللي فوق ده الريزلت تيبل جاب لي المينيمم كوست، تمام؟ طيب انا اعرف يعني لو انت مش عارف هي انهي سيل في دول هي المينيمم كوست، مش انت عايز تحسب من الاوبتيمال سولوشن من الاي للدي؟ طيب ادي من الاي لحد الدي، فانت على طول الكوست بتاعك هيبقى السيل دي، تمام؟ اخر سيل في اول رو، تمام، للاي في الدي كده الاوبتيمال سولوشن ب 158. طب انا عايز اطبع الماتريسيز، عايز اطبع الاكواس. طيب هي كانت كده، بصوا كانت كده، كانت A في B في C في D، صح؟ انت قلت لي ان انت من اول ال A لحد ال D هتعمل سبليت بعد الماتريكس رقم 3، تمام، اللي هي رقم 3 عندنا اللي هي C، فانت تعمل سبليت هنا انك بتقول لي هتعمل كوس كده، مش اكتبها بس بعاد عن بعض، A B C دي بتقول لي ان في سبليت بعد الماتريكس رقم 3 اللي دي رقم 3، فانت تعمل سبليت كده، تمام؟ مش ده بس الاوردر. طيب انت من ال A لل C هتعمل سبليت ازاي؟ من ال A لل C هتعمل سبليت بعد اول ماتريكس، اول ماتريكس اللي هي ال A هتعمل سبليت بعديها، فانت تعمل كده، تمام؟ طيب من البي للسي كده هتعمل سبليت بعد، او مكتوب من البي للسي هتعمل سبليت بعد تاني واحده، تاني ماتريكس اللي هي 2، فانت تعمل سبليت كده ما بين بعد تاني واحده اللي هي البي، فانت هتروح عامل كده. يا جماعه هو خطي وحش خالص بس هتبقى كده يعني عموما، تمام. فدي كده الاوردر بتاع السبليت، تمام. هتمسك ال A في ال B في ال C لوحدهم واللي يطلع يتضرب في ال D، وبعد كده انت هتعمل سبليت هنا بعد ال A، فتبقى ال B في ال C لوحدها واللي يطلع ال A هتتضرب فيه، بس كده. دي كانت الماتريكس مالتيبليكيشن، ربنا يا شباب تكونوا فهمتوها، ولو حد محتاج اي حاجة يا ريت يكلمني. شكرا.